صل على محمد وآل محمد. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوصدن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالظلم المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ولا إله إلا الله والله أكبر الله
إحسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد مقددة. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي مفردات قرآنية ممكن نعرفها، مثل هاي فجعلهم كعصف مأكول. احنا عرب، بس اذا واحد يسمى شنو عصف مأكول ما نعرف، لكن نطلع عليها. هاي لكم العصف، يعني ذكركم الله تبن، تبن وبداخل ذكركم الله الحيوانة، وبعدين من التبن شو يطيح؟ شو حالته؟ شو هي امانته؟ رب العالمين هكذا فعل باصحاب الفيل، فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله. وهاي الآية الصورة ما تنضرب عليه الصلاة، ناقصة تقرأ وياها شنو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش، إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم، ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر الله أكبر.
الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. ولألسنتنا عن الخوض في الباطن من غير ما أفاه مخرسا ولجوارحنا من اقتراف الآثام زاجرا ولما طوت الرفنة عنا من تصفح الاعتبار ناشرا حتى توصل إلى قلوبنا فهم عجائبه وروائح أمثاله التي ضعفت الجبال الرواسي على صلابتها عن احتماله. اللهم صل على محمد وآله ورحمة الله وبركاته. اللهم أوصل ثواب ما قرأنا بعد القبول منا. كثر ما أنت العقار القرآن هذا النسخة إن شاء الله ترتفع له إلى السماء ولأرواح الجميع. تهدي هذا الكلام أنت تهدي لما شئت. هذا الكلام اللي قريته هذا هدية لي لأرواحكم اللهم أوصل ثواب ما قرأنا بعد القبول منا لروضة نبيك وآله وإلى أمواتي وأموات الجالسين والسامعين الذين فرق بيننا وبينهم الموت الموت يأخذ الأخ من أخيه والولد من أحضان أمه وأبيه. علي صار حالك لسان حال من الموت اسمع الأبيات. يا خامل النقش في جد وترحالي إلى المغابر كم تسعى بتعجالي بلغ سلامي على الإخوان كلهم وجميع أحبابي وأعمامي وأخوالي بلغ سلامي على الأخ الحزين وقل أخوك في الغاب مرتهن حالي بلغ سلامي على الأم الحزينة يا يوم بدمع سكوب على الخد هماني وإن أتتك تسأل عن حالي وما جراني يوم ترحالي وبالولد فقل لها راقد
من الأنيس ومن طيب الهوى سالي مشتاق نحوكم ما أبرق صبا لإخواني وجيراني وأطلالي. اسمع البيت الجاي قلبي حبي بالله لا تقطعوا عني مودتكم إذا رأيتم مكاني بينكم خالي لا تمنى حتى ترضى عنا.
يعني جاي كورة من نقول لكم لعواطفكم وشاعركم جياش طيب ولا يسعني في هذا المجال هو لكم بالعافية ويرحم أمواتكم وأرجو أن تبرو ذنتي وسامحوني شكرا للمعازيم خلف المرحوم عبد البندر رحمة الله عليه أولاد الكرام البرة الطيبين وأحفادهم وأصباتهم اللهم وفقهم جميعا حسن عواقبهم وارحم أمواتهم مرحوم أبو نجم مرحوم سيد كامل والدي والديكم أمواتي وأمواتكم خاصة من هذا المجلس ترفع إلى السماوات ويكللها ربنا برحمته الفاتحة مع الصلوات بأعلى الأصوات